10 سنين. 10 سنين عدوا علينا في رويال، اتغير فيهم حاجات كتير وغيرنا حاجات أكتر. لسه مش بنصدق إننا كنا زمان عيادة صغيرة ودلوقتي المركز رقم 1 في اسكندرية. حتى ما بينا ما كناش حابين إن ده يكون مجرد شغل. إحنا هنا عيلة واحدة وبنعتبركم جزء من العيلة دي. ذكرياتنا في مركز رويال مختلفة وفيها لحظات نجاح كتير ما تتعدش، والنهاردة إحنا جايين نقول لكم شكراً. شكراً إنكم وثقتوا فينا وساعدتونا نطور من نفسنا، وبيكم بقينا رقم 1 في اسكندرية. شكراً علشان اخترتونا نصنع ابتسامتنا. انتوا كمان كنتوا سبب في ابتسامتنا.